مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج ملفات. تمضي الدوله قدما نحو عالم التحول الرقمي في ظل بناء مصر لقدراتها الرقميه وتطور بيئه الاعمال ووضع اسس مجتمع المعرفه، ايمانا منها باعتبار التقنيات الحديثه بوابه للازدهار الاقتصادي. وفي هذا الاطار نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار انفوجرافا جديدا يرصد فيه تقدم مصر في مؤشر نضج الحكومه الرقميه خلال عام 2022، حيث قفزت مصر 42 مركزا في المؤشر بين عام 2020 و2022، فقد قفزت من المرتبة 111 في عام 2020 لتصل إلى المرتبة 69 في عام 2022، لتأتي مصر بذلك ضمن فئة الدول المتقدمة جدا خلال عام 2022 بمعدل نقاط 751 من 1000 نقطة. تلك الأرقام تؤكد على الخطوات التي اتخذتها الدولة في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، بما يساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلا عن تنويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع. حول تقدم مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال عام 2022، بدور حلقتنا النهاردة من برنامج ملفات مع ضيفي الكبير المهندس تامر محمد، سكرتير عام شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية للاتحاد العام للغرف التجارة. منورنا باشمهندس، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم، اهلا بك. خلينا في البداية نطلع تقرير، بعد هذا التقرير تقرير للزميل احمد حافظ، وبعد هذا التقرير نفتح هذا الملف فيما يخص تقدم مصر في مجال التحول الرقمي. فابقوا معنا. أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا لملف التحول الرقمي خلال السنوات الماضية، ما نتج عنه تقدم مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2022، حيث قفزت مصر 42 مركزا في المؤشر لتحتل المرتبة 69 بنسبة نضج بلغت 751 من 1000، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 552 من 1000، وكذلك أعلى من المتوسط الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبلغ 595 من 1000، بعد أن كانت في المرتبة 11 بعد 100 في عام 2020. ويقيس مؤشر نضج الحكومة الرقمية 198 دولة على مستوى العالم، ويقوم على 4 مؤشرات رئيسة و48 مؤشرا فرعيا. تقييم مصر جاء في المؤشرات مرتفعا مثل مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية ومؤشر تقديم الخدمة الحكومية الرقمية، كذلك مؤشر ممكنات التحول الرقمي الحكومي، حيث جاءت فيهم ضمن فئة الدول المتقدمة A وهو أعلى فئة في المؤشر، كما جاءت ضمن فئة الدول المتوسطة B في مؤشر التفاعل الرقمي مع المواطنين. وتسعى مصر لإنهاء الاستخدام الورقي في التعاملات بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية التحول الرقمي التي تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة على السواء، وهو ما يتضمن مزايا عديدة بينها الحد من الفساد وتوفير الوقت. فالتحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة والانتقال إلى الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات ومشروعات الدولة وتطبيق التحول الذكي في الخدمات الحكومية والتعاملات الخاصة بالمواطنين، بما يحقق مفهوم الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي الكبير مهندس تامر محمد، سكرتير عام شعبه الاتصالات والتكنولوجيا الماليه للاتحاد العام للغرف التجاريه. خليني في البدايه اتكلم على ما هو مؤشر نضج الحكومه الرقميه واهميه هذا المؤشر. مؤشر نضج الحكومه الرقميه هو بيصدر من البنك الدولي، ومهمته قياس مدى التطور اللي بيتم في الخدمات اللي مقدمه من الخدمات الحكوميه. مش معنى ان انا نمرة واحد ان انا عندي احسن حكومة رقمية، لا، هو بيتكلم على مدى التطور اللي بيتعمل علشان يناسب المواطن او يناسب المستخدم. هل هنا مرتبط بثقافة، بعلم، بامور خاصة بالتكنولوجيا؟ طبعا بيرتبط بان احنا بنستخدم تكنولوجيا مترابطة، ان احنا نقدر نجمع الجهات كلها في منظومة واحدة. بيتطلب ان المواطن نفسه يكون عنده الوعي التكنولوجي لاستخدام هذه الخدمات المختلفة، سواء من مختلف التطبيقات، سواء بنتكلم في تليفون محمول او في كمبيوتر او في الأجهزة اللوحية. كل الكلام دوت بيساعد على صعود المؤشر بالظبط. خليني شمهندس تامر، الكلام هنا بيتكلم عن فئات، في ايه؟ في نتكلم على الفئات، تصنيف الفئات ايه؟ تصنيف الفئات هو في خمس فئات. الفئه الاخيره خالص اللي هم ان البنك الدولي ما عندوش عنهم اي معلومات، فدول خارج التصنيف. احنا بنتكلم على 198 دوله هم اللي داخل التصنيف، فيهم اربع فئات، نبتدي بدي ثم سي ثم بي ثم ايه اللي هو اعلى فئه. المعيار هو بيبقى ليه بارامترز او 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 نقاط كتيره بيبتدي يقيم منها. الاول جزء اللي هو الضعيف جدا، اللي هو من صفر لحد 250 نقطه، وبعد كده من 250 لحد 500 بنتكلم كده ده سي، من 500 ل 750 بي، من 750 بلس لحد ال 1000 نقطه اللي هي الواحد الصحيح بنتكلم في ايه. التقرير السنه دي في 69 دولة موجودة في الفئة ايه؟ في 2020 كانوا 43 دولة اللي موجودين في الفئة اللي قدر يجيب 750 نقطة من ال 1000 نقطة. طيب خليني اتكلم هنا على مسألة المعايير اللي على اساسها دولة تقول على انها ايه او بي او سي او دي. بنتكلم على بنية تحتية، بنتكلم على التواصل مع المواطن، بنتكلم على سهولة استخدام الخدمات. احنا بنتكلم على المقياس دوت تحت منه أربع مقاييس فرعية بتبقى موجودة فيها، بتجمع مجموعة النقاط اللي فيها. وبرضو لكل مقياس من المقاييس دوت بيبقى موجود الدولة موجودة في أنهي فئة من الفئات الأربعة. لو الدولة جمعت ال 750 نقطة بتبقى في زي ما قلنا في اللي هي أول فئة، أقل من 750 يعني دراسة للبنية التحتية، لطبيعة الخدمات المقدمة، لسهولة التعامل مع الخدمات، سرعة لسرعتها، لسرعة تنفيذها. يعني أنت بتقدم على الخدمة الأونلاين بتخلص في 24 ساعة ولا في 48 ساعة ولا في 3 شهور. كل الكلام دوت بتخلص في الوقت المحدد من الجهه صاحبه يعني لو الخدمه لو الجهه بتقول انا الخدمه دي بتاخد عندي اربع ايام عمل، هل بتنفذها فعلا في الاربع ايام عمل ولا بتنفذها في اكتر من كده او اقل؟ خلينا نتكلم هنا على مصر. يعني 2020 2022 كان ترتيبنا 111، والنهارده بنتكلم 69. ايه يعني ايه الصعود ده كان سببه ايه يا باشمهندس؟ الصعود كان سببه بنتكلم على منصه مصر الرقميه. منصه مصر الرقميه في 2020 كان لسه البث التجريبي بتاعها، ما كانش تم توحيد الخدمات كلها في منصه واحده. النهارده بنتكلم على منصه مصر الرقميه عليها ما يقرب من 165 خدمه بيتم تقديمهم من 165 خدمه بيتم تقديمهم من خلال هذه المنصه. قبل كده احنا كان عندنا خدمات حكومية كتير الكترونية، بس الخدمات كلها ما كانتش مترابطة ببعضها. كنت بتيجي تقدم على الطلب يقول لك لا اصل الورقة الفلانية ناقصة تعالى لي. النهارده لا، النهارده انت بتخش من على منصة واحدة، عايز تخاطب مع التموين متاح ليك، عايز تخاطب مع الشارع العقاري، عايز تخاطب مع المرور، عايز تخاطب مع التأمينات الاجتماعية، عايز تتخاطب. فتوحيد قواعد البيانات اللي ابتدى مشروعه في 2017 وانتهى في 2019، الواحد تقريبا حوالي 95% من قواعد البيانات الدولة المصرية في قاعدة بيانات
واحده، وده كان مشروع من ضمن المشاريع اللي مأخرانا احنا ك 95% 95% من قواعد البيانات. احنا كنا قبل 2017 كنت ممكن تلاقي الوزاره الواحده عندها مجموعه هيئات، كل هيئه ليها قاعده البيانات الخاصه بيها، ما فيش ترابط ما بين الهيئه الثانيه، مش راضيه تخلي الهيئه الثانيه تتعاون او تشترك معاها في نفس قاعده البيانات. جه في 2017 كان مشروع قومي لتوحيد قواعد البيانات، حط معايير محدده لقواعد البيانات، معايير ثابته لكل الجهات الحكوميه والوزارات. ما ينفعش ان انا ابقى رابط مواطن مره برقم بطاقته الشخصيه بتاع زمان، ومره برقم القومي، ومره برقم الرخصه، ومره برقم هو رقم واحد اي حاجه تانية، بقى النهارده هو رقم واحد. فابتدينا نجمع البيانات دي كلها والمعلومات دي كلها، وده اللي خلى النهارده انت على منصه مصر الرقميه بتخش بتشوف رخصك، بتشوف طاقه التموين، وبتشوف شهادات الميلاد، وبتشوف شهادات ميلاد ولادك. كل الكلام ده تم ازاي؟ تم بناء على توحيد قواعد البيانات دي في قاعده واحده، وده كان المعيار الاهم اللي خلى مصر تخطو خطوات متقدمه جدا في معيار النضج الحكومه الالكترونيه. تمام، خليني مستمر. سؤال خطر في بالي كده، حضرتك بتتكلم على 95% من المعلومات موجوده ومتاحه، المعلومات دي بالتاكيد في خطوره ان اي حد يعني يشوفها. بالظبط، بنتكلم على اعمار سنيه، فئات عمريه، بنتكلم حتى على الاكل، نوعيات، على كل حاجه، حتى ان الخدمات الاكثر شيوعا، وبالتالي بالزبط. احنا بنتكلم على مساله في منتهى الخطوره. وهنا اتكلم على مساله الامن السيبرالي او الامن الخاص بالمعلومات دي. كان المشكله قبل كده في عدم توحيد البيانات ديت، السبب اللي حضرتك قلته او الهاجس الامني لدى جميع الهيئات وجميع وبالتالي كل هيئه عايزه تبقى منفصله، كل واحد عايز يامن البيانات بتاعته علشان لو حصل اي اختراق او اي حاجه ما تكونش مسؤوليته هو. لكن لما النهارده الدوله ادت المشروع كاملا لهيئه الرقابه الاداريه، نفذت اللي هو ما يسمى بعقل الدوله، احنا بنتكلم على مركز بيانات ضخم يخص الدوله، موجود في العاصمة الإدارية، وموجود ليه نسخة تانية في مكان آمن غير معلن. بنتكلم على كيان 17 متر تحت الأرض، مؤمن بجميع الاحتياطات الأمنية، سواء بنتكلم على برامج أو يعني أمن سيبراني أو أمن فيزيكال أو أمن يعني تأمين الأمور، يعني كاميرات، حاجة أمور عالية، حاجة عالية، لأن حقيقة احنا بنتكلم على أخطر حاجة في يعني المعلومة. المعلومة هي النهاردة بقت أغلى من تأكيد. البترول، وأغلى من الذهب، وأغلى من الكلام ده، ونشتغل دلوقتي على الحاجات دي، وابتدى يتعمل من عقل الدولة دوت نسخ صغيرة في كل محافظة، علشان خاطر كل محافظه تدير منظومتها من خلال المركز البيانات الخاص بالمحافظه اللي مرتبط في الاخر بالمركز. فالنهارده احنا مع توزيع مراكز البيانات على المحافظات تم توزيع المخاطر، متاخد فيه يعني متجاب فيه اعلى التكنولوجيات الخاصه بالامن السيبراني والامن الطبيعي، يعني اللي هو يامن المعلومات دي. خليني باشمهندس تامر، سؤال برضو مرتبط بالمساله دي. طبعا الدوله المصريه لديها كفاءات في مجالات عديده، ولكن يمكن احنا مثلا احنا مش بعاد حتى عن المساله، ولكن التكنولوجيا حتى المصريه او التكنولوجيا اصبحت متاحه للجميع بغض النظر عن حتى تعليمه او مؤهله. وانا اتكلم، هل لدينا كفاءات في هذا المجال قادره على الحمايه، قادره على بحث مستفيض في هذه المساله، او ايجاد بدائل اذا حصل كذا فاحنا نقدر نعمل كذا؟ طيب احب اقول لحضرتك ان احنا كخبرات بشريه موجوده في مصر في مجال الامن المعلومات وفي مجال التطوير الديفلوبمنت الخاص بالبرمجه، احنا من اكثر الموارد البشريه التي تورد الى العالم. فاحنا سواء تحديدا في الامن السيبراني احنا بيتم الاستعانه بخبراء مصريين كثيرين مقيمين في مصر وموجودين في مصر لمساعده دول كثيره في منطقة. في امر الامن السيبراني. حاكي الشركات العالميه الخاصه بالتطبيقات والبرمجيات، مش عايز اقول حاكي ان اطقم التطوير عندها الخاص اللي هم المبرمجين. بنتكلم عن نسب تتراوح من 25 ل 30% منهم بيكونوا يعني نسبة مصريين. كبيرة. نسبة كبيرة. يعني ده من ضمن الحاجات بقى، دي حاجات تطمن.
بالظبط حاجه تطمن. ودي من دي من ضمن مثلا التحديات اللي بتواجه الشركات المصريه، ان دايما اليد العامله المصريه في المجال ده مطلوبه بره. تمام. اتكلم هنا على الفوجراف واللي نشر هناك مؤشر رئيسي ومؤشرات فرعيه، الفرق ما بين، لانه كان حتى معروض على الشاشه، يا ريت الزملاء يعرضوه تاني، ايه يعني ايه مؤشرات فرعيه رئيسيه ومؤشرات فرعيه خاصه بالانوف؟ المؤشرات الفرعيه هم اربع مؤشرات. هو اللي بناء عليه هو بيمسك كل مؤشر وبيجاوب فيه على بعرض قدامنا الاسئله الخاصه بيها. المؤشر الأو مع نتيجه الاربع مؤشرات بيظهر نتيجه المؤشر الاساسي. فهو المؤشر الاساسي هو مكون من اربع نقاط فرعية. اربع نقاط فرعيه بناء عليها بيتم دراسه كل نقطه من النقاط ديت. حتى هنلاقي في الانفجراف احنا واخدين 3 A في المؤشرات الفرعيه، في 3 A وفي 1 B. البي اللي هو سهوله التواصل المواطن مع المنظومه، دي اللي لسه فيها محتاجه شغل ومحتاجه تطوير. لان حضرتك انت بتتعامل مع المنظومه، بيحصل عندك اي مشكله ممكن يكون في بعض الصعوبات اللي بيلاقيها المواطن للتواصل مع الجهه اللي تحل له هذه المشكله. واظن ان احنا يعني بظهورها بشكل واضح في المؤشر هيتم العمل عليها لحلها في الفترات القادمه. ده الخاص باحدى اللجان او احدى المؤشرات الفرعيه اللي هي بي. في مؤشرات اخرى كانت كلها ايه تقريبا؟ بالظبط احنا عندنا 3 مؤشرات خاصه اللي هي البنيه التحتيه تقريبا، انا مش حافظ المؤشرات. البنيه التحتيه تقريبا كان ايه؟ نضج الخدمات، واللي هي ان احنا خلينا قاعده البيانات واحده، الخدمات كلها الخدمات الحكوميه، الخدمات كلها موصله ببعضها. ما بتروحش تقول انا عايز اجيب رخصه او اجدد الرخصه، هيقول لك طب ارفع لي صوره البطاقه ان بطاقتك ساريه. لا، هو عارف ان بطاقتك ساريه، فمش هيرفع لك. لو بطاقتك غير ساريه هيقوم مطلع لك يقول لك لو سمحت جدد البطاقه. فده ان هي سهوله التعامل مع الجهات الحكوميه. لو تقول لنا اخر واحد فيهم كان ايه برضو؟ هناك بنتكلم مؤشر الانظمه الحكوميه الاساسيه ضمن فئه الدول المتقدمه ايه؟ مؤشر تقديم الخدمات الحكوميه الرقميه ضمن فئه الدول المتقدمه ايه برضو؟ ده وبعد كده التحول الرقمي الحكومي جاءت برضو الدوله ضمن الدوله. بالظبط التحول الرقمي الحكومي. النهارده احنا طبقنا كل المنظومات الخاصه بالتحول الرقمي في معظم الوزارات والجهات المختلفه. خليني يا باشمهندس اتكلم، يمكن من فتره قريبه قوي كان في اطلقنا قمر صناعي طيبه خاص بالاتصالات. اهميه هذا القمر في مساعده في اولا التغيير من ليفل لليفل اخر اكثر تقدما وتوفير الخدمات بصوره اسرع. احنا النهارده دي كانت مشكلتنا دايما في الوصولات الكلام القديم ده والالياف وكده. عندنا حاجتين اساسيتين في الجزئيه دي، البنيه التحتيه. البنيه التحتيه احنا تقريبا تم مد على بقاع مصر كلها، حوالي 80% من مصر ممدود فيها كابلات الالياف الضوئيه اللي بتوفر سرعات عاليه من الانترنت. كان بيقابلنا بعض الاماكن اللي يصعب فيها استخدام الالياف الضوئيه. على سبيل المثال مثلا محافظه الاقصر، انك عشان تحفر حاجه جوه محافظه الاقصر محتاج موافقات، انت بتتكلم على كميه اثار وكميه. فعلشان تحفر تمد كابل موضوع صعب. نتكلم على بعض المراكز اللي في المحافظات، المركز بيبعد عن عاصمة المحافظة 80 كيلو 90 كيلو. وهنلاقي عدد السكان اللي في المركز ده، الاقتصادية حتى جدول يعني اقتصادية بالظبط مش مناسبة. فكان الحل الآخر القمر الصناعي الخاص بالاتصالات اللي تم إطلاقه في شهر 11/2019 لتغطية الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالكابلات الضوئية، زائد توفير منظومة الاتصالات اللي احنا بنتكلم عليها، مركز الطوارئ اللي تم افتتاحه من حوالي شهر، لتأمين الاتصالات الخاصة بالدولة المصرية والأماكن البنية التحتية الخطرة زي الإسعاف، زي الكهرباء، زي البترول، زي الحاجات اللي فيها تخوفات أمنية زي ما كنا بنتكلم شوية. كان القمر الصناعي دول بيغطي الجزئيتين دول. فبقى عندنا النهارده منظومة اتصالات حكومية منفصلة تماما عن منظومة الاتصالات اللي المواطن بيستخدمها، زائد مد الأماكن اللي كان بيصعب فيها وصول الإنترنت بالإنترنت من خلال الستلايت.
اتكلم هنا على يعني وجود مجلس اعلى للمجتمع الرقمي، هو يعني تم انشاؤه جديد، يعني اهميه مثل هذا المجلس. المجلس الاعلى كان هدفه ان هو توحيد التحول الرقمي، ان احنا في الاخر ما نشتغلش بجزء منعزله، مش كل وزاره عايزه تعمل مشروع تروح تعمله وفي الاخر طب المشروع دوت ايه الاستفاده اللي عاد بيها على الدوله كامله. لا هو بيتكلم بس على الوزاره بتاعته، بيتكلم على الوزاره بتاعته او بنتكلم على الهيئه بتاعته. لكن لما المشروع نفسه يتعمل في اطار مجلس اعلى للتحول الرقمي بشكل واضح، خلاص بيتحط في اطار المنظومه، نشوف المشروع دوت يستفيد منه الوزارات والهيئات الاخرى ازاي لتسهيل توصيل الخدمه للمواطن. باشمهندس تامر، طول الوقت بتتكلم تقول منصه مصر الرقميه، منصه مصر الرقميه، وهو هذه المنصه يعني كانت موجوده بشكل رسمي او تم اطلاقها بشكل رسمي في يوليو الماضي. ايه منصه مصر الرقميه؟ بتعمل ايه منصه مصر الرقميه؟ هدفها ايه؟ منصة مصر الرقمية هدفها توحيد الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن تحت في أبليكيشن واحد، بدل ما أنا أبقى حاطط عندي أبليكيشن على الموبايل للمرور، وواحد لنيابة المرور، وواحد للأحوال المدنية، وواحد للتموين، وواحد لا، هي منصة واحدة بتطبيق واحد بيجمع بياخد بيتأكد وهو بيعمل بينشئ لك الحساب بتاعك إن حضرتك إيهاب اللواندي، فخلاص هو تأكد من ان انت فلان الفلاني اللي مربوط برقم الموبايل اللي مسجل باسمك في جهاز قومي تنظيم الاتصالات، اللي مربوط برقم البطاقة بتاعتك السارية اللي خد منك الرقم الامامي والرقم الخلفي اللي هو ما ينفع، يعني حط بارامترز كتير وانت بتنشئ الحساب عشان يبقى متأكد ان انت نفس الشخص اللي بتنشئ هذا الحساب، علشان يديك ال 165 خدمة اللي احنا قلنا عليهم بشكل متكامل وبشكل واضح تحت تطبيق واحد او تحت ابلكيشن واحد تملكه وتديره الدوله. خلينا باشمهندس تامر اتكلم على دول العالم، يعني في دول العالم هو رقم قومي واحد تمام في كل حاجه بالظبط. هل احنا وصلنا للمرحله دي؟ دي اولى الخطوات، احنا ناقصنا الخطوه الثانيه ان يبقى بس انت حضرتك دلوقتي قلت والتليفون وممكن عنوان وبطاقه ويعني فلكن هو بره هو رقم هو كل حاجه بقى شغال عليه بره نفس الكلام، هو لازم يتاكد من هويتك كمواطن ان انت لما تفتح لا افرض لاي سبب من الاسباب انا عرفت الرقم القومي بتاعك، هل انا اقدر اخد الرقم القومي بتاعك دوت وافتح بيه حساب على مصر الرقميه او اخد بيه خدمات باسمك؟ فهو النقطه هنا احنا بنتكلم على ان انت لما يجي ينشئ لك الحساب، لان الحساب انت اول ما هتخش على الحساب لو ما عندكش حساب بعد الحلقه خش اعمل واحد، هتفاجئ ان انت كافه بياناتك اللي انت ممكن تكون محتاجها موجوده على الحساب دوت، من اولادك، تاريخ ميلادهم، ارقامهم القوميه، كل حاجه تخصك، بطاقه التموين لو عندك، الرخص القياده، رخص العربيات لو عندك اكتر من عربيه، ارقام التليفونات اللي انت اللي مسجله باسمك، لو عايز تعمل توكيل في الشهر العقاري، ايه التوكيلات اللي انت اصدرتها قبل كده، لو عايز تلغي توكيل انت اصدرته قبل كده. تمام. سريعا باشمهندس سامر، هل من حق اي حد انه يخش على على على, على لا. هو ده اللي عشان كده انا لما ذكرت لحضرتك ان هو لما بيجي يعمل ينشئ لك الحساب بيطلب شويه طلبات ممكن تكون في بعض الاحوال معقده شويه، بس الهدف منها ان هو يتاكد ان حضرتك صاحب هذا الحساب. كل شويه بيقعد بيتاكد ان رقم التليفون اللي انت بتدخل عليه من نفس التليفون بتاعك ان هو لسه التليفون اللي باسمك، لان لاي سبب من الاسباب تليفونك بعته ونسيت تمسح من عليه الحاجه، هل ينفع حد يستخدمه؟ لا، احنا بنتكلم في معايير كثيره وبارامتر كثيره، الهدف منها الامان. الامان بالتاكيد. خلينا نشوف تقرير للزميل ناصر علي حول تقدم مصر بمؤشر نضج الحكومه الرقميه خلال العام الحالي 2022. تمضي الدولة المصرية قدما نحو عالم التحول الرقمي في ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة، إيمانا منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي وبناء مصر الرقمية على مستوى جميع الخدمات. اهتمت الحكومة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية قبل 8 سنوات بالوطن والمواطن، وذلك في العديد من المناحي.
السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والزراعية، ولأجل هذا وضع بعض الخطط التنموية التي تؤدي إلى نهضة الوطن والمواطن. ومما لا شك فيه أن وجود بنية تحتية قوية ووجود آلية مثل التحول الرقمي تدفع إلى المزيد من الاستثمارات في مصر وتشجع المستثمرين على القدوم إلى هنا وإنشاء صناعات متقدمة تهدف في المقام الأول إلى رقي بالمواطن والوطن وتشجيع الجميع على بذل المزيد من الجهود من أجل حياة طيبة لجميع المواطنين. التحول الرقمي في كل منشآت الدولة وكل مصالحها، مؤسساتها ووزاراتها وهيئاتها، لأن التحول الرقمي أولا له مميزات كثيرة من ناحية طبعا بيخدم الاقتصاد وبيخدم الاستثمار وبيشجع على أن الاستثمار الأجنبي يأتي إلينا، لأن التحول الرقمي فيه تسهيلات. دلوقتي الرقمنة والتحول الرقمي بقت سمة أساسية في أي مجتمع ينشد التقدم وينشد النهوض وينشد الحياة الكريمة. اتخذت الدولة عديدة من الخطوات الجادة لتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها للوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة بما يضمن تحسين بيئة العمل وتأسيس لمجتمع المعرفة. التحول الرقمي بيخدم البلد في مجال التعليم، مجال الصحة، مجال الضرائب، مجال الأحوال المدنية. أساس أنه هيخدم كافة المواطنين وكمان المستثمرين في اللي هم حضرتك، يبقى تؤدى الإجراءات بسهولة ويسر دون تعقيدات ودون تكدس في المصالح الحكومية. لا أكيد حاجة رائعة جدا. تمام، إحنا كده بسم الله ما شاء الله داخلين على دولة تانية، تمام، غير الطوابير، غير الزحمة، غير صعوبة الإجراءات. لا بصراحة يعني حاجة تشرف. طبعا هو بيخدم البنية التحتية للدولة وبيخدم المواطن والاستثمار والاقتصاد في ان هو يوفر للمواطن ابسط يعني الامور او ابسط الاجراءات. تستهدف استراتيجية الدولة النهوض بهذا القطاع ورفع مستوى الاداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة والارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر اتاحة خدمة الكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلا عن تطوير التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. باشمهندس، يعني خلينا برضو احنا بنتكلم دلوقتي برضو التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي والمنصات الرقميه للدوله و فعلى الخط كده في الذكاء الاصطناعي. تمام، وده موضوع برضو كبير مش سهل، يعني خاصة في الأيام القادمة أو المستقبل يعني. وهنا أتكلم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وارتباطها بمسألة التحول الرقمي. طيب، أو تكنولوجيا التحول الرقمي. تمام، إحنا إيه الهدف أساسا من التحول الرقمي؟ تسهيل الأمور، وإن أنا يبقى عندي بيانات. بالتأكيد. طيب لو أنا عندي بيانات وملفات كتيرة وعايزها جوه الخزنة وأقفل عليها، لا ده قصة ولا أرشيف بقى وقصص كتيرة، مش لازم. طب مش مستفيد من المعلومة بحاجة. احنا ليه بنقول المعلومة أغلى؟ ومع الوقت كمان هتندثر وتنتهي. وليه بنقول إن المعلومة أغلى من الذهب وأغلى من البترول؟ لا الذهب غالي الأيام ده. بس برضو المعلومة أغلى منه. بالتأكيد، لأن هي بتتبنى عليها قرارات وتبقى. تمام. طب الذكاء الاصطناعي دوره إيه؟ دوره إن هو مع كم المعلومات اللي موجودة اللي بتجمعها الدولة من كل العمليات اللي بتتم من خلال عملية التحول الرقمي، ويبتدي الذكاء الاصطناعي هو اللي يعمل، اللي يدرس المعلومات ديت. فانا بدل ما انا واخد المعلومات حاططها في خزنة وقفل عليها، لا انا جبت المعلومات حاططها في الخزنة وجبت واحد بيفكر قعدته معاها. التفكير هنا هل حل مشكلات، هل لتيسير اكثر مثلا، سواء بقى لحل مشكلات سواء لسهولة اتخاذ قرار. النهاردة لو جينا رجعنا لمنظومة التموين، انا دايما بحب اضرب المثل. لا كانت هي الاول، كانت هي الداتا كانت في التموين، ماشي، كان بيتم الحذف والاضافة في التموين يدوي. يروح يقدم طلب وانت الموظف لو حصل وعينه جت عليك وقال لك ايه ده ما يستحقش، في حين هو كمان ما عندوش المعلومة، فممكن يستبعدك وانت تستحق، ومشاكل بقى، والناس كانت في وجع كتير. بالظبط. لكن النهارده لما بتيجي النهارده لما تيجي الدوله تعلن تقول لك مثلا والله اللي عنده اكتر من عربيه
ما يستحقش الدعم مثلا، الدعم بتاع التموين. ف مين اللي بيخش يشوف مين تامر عنده كام عربيه وايهاب عنده كام عربيه؟ الذكاء الاصطناعي. ما بقاش النهارده مسؤوليه شخص، ممكن يتلاعب او 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 بالظبط، او هو عارف فلان فهيعديه ومش وفلان لا، الحاجات اللي ملهاش لازمه دي بالظبط. طيب لما يجي يقول والله اللي فاتوره تليفونه بتتعدى ال 1000 جنيه او استخدامه للنت معدي مثلا او كذا، واحد المحددات. طب هو المحددات ديت بتتحط بناء على ايه؟ بناء على ان بيبقى في قبل ما بيتم اتخاذ القرار بيبقى في بخلال خاصيه الذكاء الاصطناعي يقول لك والله احنا بنطلع دعم لقد كده منهم قد كده، يبتدي هو من الملحوظات النتائج اللي بتطلع من الذكاء الاصطناعي يبتدي ياخد القرارات لاعاده توزيع مبلغ الدعم على فعليا من يستحق او تقليله لو في أو حد تقليله لو منه المستهدف، لو المستهدف تمام. هو تقليل المبلغ الدعم بيتم دراسته من هذه النقطه او ان احنا نعيد توزيعه تاني ليذهب لمن يستحق. تمام. اتكلم هنا على اهميه التحول الرقمي في مصر على مستوى الخدمات والفوائد اللي هتعود على المواطن والدوله. طب احنا النهارده التحول الرقمي بنتكلم احنا برضو ده نفس المثال انا بحب اضربه على طول. من 12 13 سنه هيكون تدفع فاتوره التليفون ازاي؟ ده قصه بقى، تنزل وتروح تقف في السنترال وتقف في الطابور وعلى ما تلحق الميعاد والطابور هيخلص. لا كنت تجيب ولا كنت تقدم على تليفون ويجي لك بعد قد ايه؟ بعد 15 سنه لا ما بتكلمش لا ما كمان دي حاجه ثانيه، دي مالهاش دعوه بالتحول الرقمي. انا بتكلم على النهارده انت الفاتوره تدفع فاتوره التليفون وانت قاعد في البيت من تليفونك، لو فوجئت ان ايه ده انا ما دفعتش، لا في ثانيه بتقوم فاتح الموبايل في ثانيه دافع الفاتوره خلص الموضوع. طب ده وفر عليك، يوفر عليك يوم شغل كنت ممكن بتحتاج تاخده اجازه عشان تروح تدفع، وفر عليك مجهود، وفر عليك بنزين رايح جاي او فلوس مواصلات رايح جاي للمكان وانتظار عشان ووقت وكل حاجه بالظبط وهكذا بقى. كل الخدمات النهارده بقت كنت بتروح تطلب الخدمه يقول لك هات لي صوره من كذا وصوره من كذا ونسخه من كذا، اربع خمس طلبات بيطلبهم منك من اربع خمس جهات. النهارده انت بتاخد الخدمه بشكل مباشر من مكان واحد، سواء بنتكلم على تحول رقمي حيك هتروح للمكان تاخد منه اللي انت عاوزه بشكل مباشر، او خدمة بتاخدها من خلال الهاتف المحمول او الكمبيوتر الابليكيشن اللي موجود عليه. باشمهندس تامر خلينا نتكلم هنا على خدمات الحكومة. احنا بنتكلم على عدد كتير من الخدمات يعني، وكلها خدمات مهمة يعني، سواء استخراج شهادة ميلاد، براءة ذمة، ترخيص، حاجات كتير يعني، او بطاقة رقم. اتكلم هنا على مين اللي يحكم الوقت، بمعنى انا دخلت على الموقع عشان اطلع بطاقه فطلب مني كذا وكذا وكذا فانا بعت، مين يحكم الوقت اللي اتلقى فيه الخدمه؟ المفروض دي من ضمن اليات الحوكمه اللي حاصله في المنظومه ان هيك هو بيقول لك وانت داخل ان الخدمه ديت المفروض انها بتاخد 3 ايام ولو انت عايزها مستعجله اكتر في خلال 24 ساعة هتدفع رسمة أكتر عشان تيجي لك في 24 ساعة لو تأخرت عليها. لا هي وده اللي مخلي الحتة دي احنا واخدين فيها بيه، إن احنا لا زال عندنا قصور في الجزئية دي. إن لو الخدمة اتأخرت عليا أو الخدمة ما جاتليش أرجع لمين؟ ودي اللي المفروض إن احنا نشتغل عليها في الفترة القادمة لتحسينها. أنا النهاردة طلبت الخدمة زي ما حضرتك قلت المفروض انها تاخد 3 ايام، هتاخد يومين بالبريد تمام. يعني 5 ايام تكون عندي، لما افترض بقى انت ارجع لمين بالظبط، خاصه ان انا بدفع رسوم للخدمه بالظبط بالظبط. فهي الجزئيه ديت محتاجه، واظن ان هم يعني هيبقوا شغالين عليها في الفتره الحاليه لتحسين الوضع بتاعها. خليني معايا دكتور احمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديه. دكتور احمد مساء الخير وانا بحضرتك. أهلاً وسهلاً. يمكن يضيف المهندس تامر محمد سكرتير عام شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وحديث عن تقدم مصر في يعني مؤشرات خاصة بالتحول الرقمي. خليني في البداية دكتور أحمد أتكلم على أن التحول الرقمي واحد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة، فما هو العائد؟ إيه هو العائد في الاقتصادي اللي هيعود على المواطن من التحول الرقمي سواء كان المواطن او الدوله؟ نعم. ننظر الاول للهدف من التحول الرقمي. هناك هدف استراتيجي ان انا اواكب العالم كله في هذا الاتجاه، وهناك دول عربيه يعني
قطعت شوط كبير في هذا الاتجاه زي السعودية والإمارات والكويت وغيرها، وبالتالي نحن نواكب العالم في هذا الاتجاه. أما تحقيق الأهداف الداخلية للتحول الرقمي فهي معروفة، زي سرعة الأداء، دقة الإجراءات، توفير الكثير جدا من الوقت، اختصار الإجراءات، وكمان سرعة ودقة استرجاع المعلومات، والأهم من ده كله بقى إمكانية التخطيط المبني على بيانات صحيحة وسليمة. والنقطة الأهم برضو هي تقليل حجم التدخل البشري لتفادي مثلا أن يكون هناك سوء للاستخدام. فكل هذه العوامل لما نحطها على قطاع البنوك نجد هناك نمو اقتصادي في قطاع البنوك ونمو في التعاملات، لو حطناها في قطاع الصناعة نجد أن هناك نمو في القطاع الصناعي وسرعة في الإجراءات ودقة في الإجراءات وسرعة في تقديم الخدمات للمواطنين، لو حطينا هذه الإجراءات في القطاع الزراعي يبقى تواصل أسرع ودقة أسرع وخدمة أسرع. فلو خدنا كل قطاعات البلد استفادت من هذه المميزات بالتأكيد ده هيعمل نمو اقتصادي وكلنا هنستفيد من توفير الوقت والجهد والدقة في الإنجاز. دكتور أحمد خلينا نتكلم على الابتكارات القائمة على التكنولوجيا المالية، يعني ساهمت في تعزيز إمكانية حصول المستثمرين على العديد من الخدمات في مجالات عدة، مجال المدفوعات والتمويل والتأمين والادخار والاستثمار. حضرتك بتشوف أهمية الاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا بعد ظهور جيل جديد من الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية الداعمة للمؤسسات المالية وبتقدم حلول كمان رقمية لمؤسسات استثمارية في السوق؟ أنا زي ما قلت لحضرتك إن هناك ضرورة حتمية إن احنا نواكب التقدم والتطور في هذا الاتجاه. أما على الجانب الآخر فدي أحد أهم أسباب جذب الاستثمارات الخارجية. المستثمر الخارجي الآن يبحث عن قوانين جيدة وبيئة جيدة للاستثمار ثم سهولة ودقة الإجراءات، وكلنا كنا بنشتكي أن المستثمر الخارجي والداخلي أيضا كان يواجه الكثير من العقبات والإجراءات والملل في استخدام الأوراق والمستندات والملفات، كانت عملية مزعجة جدا. الآن بهذا التطور فهي أحد أسباب ووسائل جذب الاستثمارات الخارجية، يبقى بيئة جيدة للاستثمار وقوانين وتشريعات ثم نظام الرقمنة. قطاع البنوك في مصر يعني وصل إلى مرحلة يعني عالية جدا في تحويل الأموال واستقبال الأموال وكل الإجراءات القانونية المتعلقة بإدارة الأموال. البنوك أظن قطعت فيها شوط كبير جدا، يعتبر قطاع البنوك يعتبر نمرة واحد في هذا الاتجاه، يلي مباشرة وزارة المالية في قطاع مصلحة الضرائب، ثم الجهات الأخرى زي الجهات الخدمية زي ما شفت حضرتك السجل التجاري والتوكيلات التجارية والوثائق الشخصية، كل ده قطع شوط كبير جدا. أضاف إلى ذلك أن هناك شركات قطاع خاص أصبحت متخصصة في تقديم ما يسمى بالدعم الفني أو خدمات الصيانة، وبالتالي فتحنا أفق جديد ومجال جديد للاستثمار. أخيرا خليني دكتور أحمد أتكلم على قطاع الاتصالات باعتباره أحد أهم القطاعات التي تحقق نمو يعني أو نمو جيد، كيف يمكن زيادة نمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة المصرية دكتور أحمد؟ شوف أنت عارف طبعا التنمية في مصر في كل القطاعات المتوسط العام للنمو في مصر كان يتراوح بين 5-6%. قطاع الاتصالات لأنه يعمل في ظروف مواتية وليس هناك منافسة والدولة وفرت له الحقيقة الإمكانيات الكبيرة جدا ثم كل مخرجاته على درجة عالية جدا من الكفاءة خدمت قطاعات كبيرة، بتهيألي كلنا يعني انبسطنا جدا لما فوجئنا أن قطاع الاتصالات حقق نمو منفردا يتراوح بين 15-16%، وهذا سيستمر لبضع سنوات حتى يستقر، وبالتالي ده مؤشر جميل لكنه ناتج عن مستوى أداء عالي جدا، كفاءة عالية جدا، الدولة الحقيقة وفرت إمكانيات جيدة لي، وبرضه في ظل عدم وجود منافسة أو مخاطرة في النشاط الخاص بي، فقطاع الاتصالات حقق 16% وده رقم يعني كبير. مرتفع جدا كمان يعني. بشكرك دكتور أحمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. عودة مرة أخرى إلى ضيف الباشمهندس تامر. باشمهندس تامر خلينا نتكلم، أنا أخذ من دكتور أحمد
ان هذا القطاع يمثل يعني الاكثر نمو من قطاعات الدوله. وانا عايز اقف عند حاجه، احنا عندنا كم كبير قوي من الموبايلات والخطوط وكذا، وحتى في اوروبا لما تيجي تشوف الاستخدامات الموبايل، هي استخدامات كلها حاكمه يعني مهمه، اما في النقل، اما في خدمات، اما في سداد. يعني هو انت شايف التقدم ده تقدم حقيقي يعني في 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 زي ما بقول في جوهر التحول الرقمي؟ هو من غير ده ما كناش هنعرف نتكلم على تحول رقمي بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. انت النهارده فعليا انت وقت ما بتعوز الخدمه بتلاقيها. زمان كنا بنتكلم على من ضمن الحاجات اللي كانت وعامله عائق كبير، احنا بنتكلم في 2019 كان متوسط سرعه الانترنت الثابت 5 ميجا في الثانيه، النهارده بنتكلم في رينج ال 40 ميجا. لسه قدامنا شويه حلوين عشان يعني المستهدف نوصل 70-80 مش اقل من كده، عشان تبقى الخدمات اكثر استقرارا واكثر استدامه. لكن في النهايه لا، هي الموجوده بتفتكر الحاجه بتخش تطلبها دلوقتي. لو معكش، احنا بنتكلم في 100 مليون خط هاتف محمول موجود في مصر، كتير قوي. نسبه كبيره، النسبه كبيره، ان هتلاقي الناس معظم اللي عنده خط او اتنين، ده اقل حاجه بالظبط. فبناء على احنا بنتكلم على اكثر من 100 مليون خط، هو ده اللي ساعد على زياده سرعه الانترنت، زياده عدد والشركات بتتسارع في تقديم خدمات، دخول الفور جي، وبننتظر دخول الفايف جي، هينقلنا في نقله تانية خالص. كل الكلام دوت من غيره ما كناش هنعرف نتكلم على تحول رقمي بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه. باشمهندس تامر، خليني بس سريعا كده، معلش يعني حاجه كده جت في دماغي برضو، يعني ايه موضوع السيستم واقع ده؟ يعني ساعات بنروح خدمات حتى في البنوك، ونتكلم في بنوك يعني، ويقول لك السيستم واقع. يعني ايه التناقض ده؟ يعني بتتكلم في تحول رقمي وشمول مالي، وفي نفس الوقت في بعض الاوقات يروح تقول لك سيستم واقع، وبعد ساعه واتنين يعني. طيب يعني ايه سيستم واقع؟ انا هجاوب بشكل شخصي. تمام. يعني طيب، في بعض الاشخاص والجهات لا زالت حتى الان تحارب التحول الرقمي. تحارب التحول الرقمي. عشان هيطلع عمال ويطلع عماله وبتاع؟ بالظبط. لا، النهارده اللي كان بيفتح الدرج مش عارف يفتح الدرج. لا خلاص بقى. اللي كان ليه مصلحه بيقضيها من المواطن علشان خاطر يعمل له المصلحه بتاعته، ما بقاش عارف يعملها. بقى عائق الشخص ده. ف 70-80% من السيستم واقع ده في رايي الشخصي. ماشي. اما ان الموظف مش عايز يشتغل، او ان هو بيحارب هذه المنظومه. عشان مين يحاسبه يا باشمهندس؟ المفروض مديره يحاسبه. في فتره من الفترات لما كان الالزام على كل الجهات بقبول المدفوعات رقمية، وكنت تروح للمرور او تروح يعني خلينا ما نذكرش جهات، لما بتروح لجهة يقولك اصل المكنة مش شغالة. لما تم رفع الامر لوزارة المالية، وزارة المالية نفت هذا الكلام وهو بشدة، وقامت بتعليق رقم تليفون فوق كل الخزن الحكومية، ان لما الموظف يقولك السيستم واقع اتصل بالرقم دوت. لان لو السيستم واقع فعلا هنخليه ياخد منك الفلوس كاش من غير 7% غرامه اللي كانت بتدفع عشان تدفع كاش. فكان هو الاسهل له السيستم واقع يحصل منك، يحصل الغرامه وتمام، هو عمل اللي حقق المستهدف بتاعه. لو المفروض سدادك ليه 1542 بتدي له 1550 ويقول لك اصل مفيش باقي، او 1600 كمان، او يعني انا متكلم على الابسط، حسب امكانياتك على الحاله الابسط. فالنهارده قصه السيستم واقع، وارد ان السيستم يبقى واقع برضو، مش عشان ما بقاش انا بعمم على، مش بالصوره، مش بالصوره اللي هي طول الوقت يعني، ان انت كل يوم تروح للجهه تسالها يقول لك لا اصل السيستم واقع، تعال فوت علينا بكره. فالمفروض النهارده المديرين بقى اللي بيشوف معدل الخدمات اللي بتتم، اللي بيشوف تتابع الكلام ده، هو اللي يقدر يحكم هذه الجزئيه.
يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مؤتمر تحدث على أهمية التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات بالذات، وكان لي يعني بيوصي الطلاب ويوصي شبابنا إنه يتجه لهذه الكليات عشان يبقى يجد فرصة عمل. مسألة الجامعات والمشكلة الأبدية يعني مدخلات تعليم مخرجات ما بيشتغلوش، وانا نتحدث عن الكليات العامة يعني النظري يعني، لكن تكنولوجيا المعلومات هل هي المستقبل؟ تكنولوجيا المعلومات لا زالت حتى الآن فيها عجز كبير. عجز بالعكس، انت النهاردة بتلاقي خريجين تجارة وأدب وخريجين حقوق وخريجين أداب بعد ما بيخلص الكلية بتاعته بيروح ياخد كورسات برمجة وكورسات شبكات وكورسات وبيشتغل في مجال تكنولوجيا المعلومات، لأن زي ما قلنا الطلب اللي على اليد العاملة المصرية برا مصر وفي الشركات الأجنبية كبير، فلازال شركات تكنولوجيا المعلومات تعاني من عجز في اليد العاملة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هنا أتكلم برضو جزئية مهمة باشمهندس تامر، توطين التكنولوجيا، هل احنا عندنا يعني قدرة ان احنا يبقى التكنولوجيا دي بتاعتنا احنا؟ يعني الكمبيوترز البرامج يبقى احنا عندنا التكنولوجيا دي، صناعه التكنولوجيا في حاجات وحاجات لا. ان احنا نقول ان احنا هنعمل بروسيسور وهنعمل رام وهنعمل ال كله كامل صعب، مش صعب ومبقاش ذو جدوى اقتصاديه في الوقت الحالي انه جاهز، لانه خلاص، لان انت مهما هتعرف مش هتعرف تنافس لا الصين. وفي كل وقت بيطلع اكتر بالظبط، ومش هتعرف تنافس الصين. الصين بينتج للعالم كله، فهتلاقي الحاجات ديت كلها تم تركها للصين. بس احنا نقدر ننافس في ايه؟ السوفت وير، البرامج اللي النهارده هو البروسيسور من غير برنامج قيمته ايه؟ مش موجوده. الرام من غير البرنامج اللي هيشغلها قيمته ايه؟ مش موجوده. صح. فالسوفت وير احنا النهارده عندنا اكتر من شركه عالميه موجوده في مصر هنا علشان السوفت وير الخاص مثلا بالعربيات. بيستعينوا هنا، بيشتغلوا من هنا بالمهندسين المصريين علشان يبرمجوا السوفت وير اللي بيدير العربيات. عندنا حاجات كتيره جدا بالشكل دوت، اتمنى التوسع فيها. المنطقه الصناعيه اللي موجوده في بني سويف، شركات المحمول اللي بتصنع حاجتها هنا، اتمنى ان يبقى زياده السوق. يعني هو ده اللي احنا اتاخرنا فيه، بس ممكن نلحقه، هو التطبيق اللي بيتحط على الهاردوير. اخيرا برضو الكلام او شيء مش يذكر، المدن الذكيه، المدن الذكيه دي هيبقى شكلها ايه يعني؟ لان الكلام هنا عن طبعا المستقبل، بنتكلم بره بيتكلموا على سيارات تسير ذاتي وامور كثيره جدا يعني، لكن هنا نتحدث عن مدن ذكيه او الجيل الرابع من المدن، عندنا العالمين، عندنا العاصمه الاداريه، ايه المدن الذكيه دي وارتباطها وارتباطها بمساله التحول الرقمي؟ طيب المدن الجيل الرابع او المدن الذكيه، هو انت من اول، هي مدن بتكون قائمه على ذاتيه الاداره. المنظومه كلها بتدار، النور بيطفي امتى، النور بيفتح امتى، الميه، المخلفات، الري انت مش محتاج ان العامل يطلع يروي، في السنسورز اللي موجوده في الارض اللي بتحس ان الزرع عايز يشرب فتبتدي تفتح له الميه، المخلفات، المخلفات، الاشارات، المرور، المخلفات. انت من ساعه ما بتدخل جوه المدينه ديت وانت معروف ان انت دخلت من خلال رقم عربيتك او من خلال الفيس ريكوجنيشن، وخرجت امتى وخرجت امتى وعملت ايه، فبنتكلم على اي جريمه، على اي حاجه مش مظبوطه، بيبقى سهل الوصول ليها من الوضع الحالي. نورتنا يا باشمهندس. شكرا ليك يا فندم. كل الشكر والتقدير لضيفي الكبير المهندس تامر محمد، سكرتير عام شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. وشكر لزملائي في استوديو 2، وشكر لزميلي رئيس تحرير فارس عزام، والمخرج سامر كمال، وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.